كومبليكيشن برضو as before في البكتيريال زي ما قلناها before perforation و after perforation هنكتبها زي ما هي، عشان كده دايما نقول سؤال الكومبليكيشن من أهم الأسئلة. treatment زي ما قلنا في الهيربس سيمبلكس عندنا هنا general و specific و complication. treatment الجنرال تريتمنت زي هيربس سيمبلكس، لكن برضو مش هنستخدم الهوت فومنتيشن ولا هنستخدم البانديج، وعرفنا الفرق ما بين البانديج والباتش، والسبب في الاثنين دول ان احنا مش بنستخدمهم ان هم بيساعدوا على increase الافكت اوف فيروس واكيوميليشن اوف توكسينز. سبيسيفيك تريتمنت هنستخدم هنا سيستميك، طبعا احنا قلنا في الكلينيكال بيكتشر عندنا اوكيولار ليجن وعندنا سكين ليجن اللي هي عباره عن البابيول، بعد كده تبقى بسيول لما يتجمع فيها باس، بعد كده السر كراست، وممكن الفيروس ينتشر في الجسم كله او التوكسين بتاعته تنتشر في الجسم، عشان كده هنستخدم سيستميك وسكين ليجن تريتمنت واوكيولار ليجن تريتمنت. في السيستميك هنستخدم اسايكلوفير الاشهر على الاطلاق، وفي السكين ليجن هنستخدم اي انتي فايرال مع استيرويد، لكن طبعا الاسترويد هنا احنا قلنا ان هو كونتر انديكيتد في الهيربس سيمبلكس، هنا ايضا ما يستحسنش ان احنا نستخدمه كميات كبيره عشان ما يهبطش المناعه قوي، زائد لو المناعة اتهبطت في وجود viral infection ده ممكن يؤدي الى secondary bacterial infection، عشان كده لو استخدمنا الاستيرويد في حالة السكين ليجن due to herpes zoster ophthalmicus لازم نستخدمه بكميات قليلة. واخر حاجة طبعا في الاوكيولار ليجن بنستخدم topical acyclovir. treatment of complication زي ما قلناها بكده في البكتيريا تيراتيتس. عندنا موضوعين في الاخر بيتعلقوا بالميكروبيال ulcerative keratitis اللي هو بعد ما خلصنا البكتيريا والفيرال هناخد دلوقتي الفانجل والبروتوزول، بس طبعا هما موضوعين يعني مش مهمين قوي، نقراهم بسرعة هنلقى فيهم نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، ويعني نحاول ناخد عنهم فكرة عشان الشفوي مش اكتر، لكن في الغالب مش يعني صعب يجوا كنظري. حسب السكيم بتاعتنا اللي احنا بدأنا بيها الشابتر، خدنا في الاول خالص من ulcerative مجرد عناوين، والالسيرتيف دلوقتي السكندري قلنا بتحصل نتيجه امراض تانية، ده كل اللي نعرفه عن السكندري. البرايمري خدنا الميكروبيال بكتيريال وفيرال نوعين، وفانجل بروتوزوال قلنا اهم حاجه فيها البكتيريال لان تقريبا معظم الكلام بعد كده بيبقى استنباط للي قلناه في البكتيريال. اخر حاجه عندنا في الانفكشن بتاعه الكورنيا هتبقى عندك النون مايكروبيال السيرتيف كيراتايتس. النون مايكروبيال كورنيا الالسر نبدا فيها بالكراتوماليشيا. كراتوماليشيا لها اسم تاني بنسميها النيوتريشنال ديفيشنسي. ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اللي بيحصل ان ديو تو ديكريز نيوتريشن زي في حاله المجاعات هنا قدامنا، طبعا ديت حالتين، واحد عنده كواشر كور والتاني عنده مارزمس، والحالتين دول بيحصلوا بسبب سيفير مال نيوتريشن. السيفير مال نيوتريشن بيشمل ايضا ان الفيتامين اي بيكون سيفير ديفيشنسي في الفيتامين اي، والفيتامين اي بيدخل يعني في تركيب العين في اجزاء كتير في تركيب العين، وبالتالي لما بيحصل عندي فيتامين اي ديفيشنسي بالذات في المجاعات بيعمل عندي حاجه بنسميها ميلتينج اوف كورنيا. الكورنيا بتسيح على بعضها زي الصوره دي. الكورنيا هنا حصل بسبب الفيري severe deficiency in vitamin A، بيحصل ان الكورنيا بتسيح على بعضها لان المكونات بتاعتها ما بقتش بتتكون بسبب نقص الفيتامين A، وبالتالي حصل حاجه بنسميها melting of cornea، وديت اهم علامه من العلامات اللي بتدل على الكراتوماليشيا، يعني اهم clinical picture عندنا. الكلينيكال بيكتشر الثانيه ممكن يحصل secondary bacterial infection، ده طبعا طبيعي لان انا عندي هنا نوع من المجاعات وبالتالي المناعة ضعيفة، فأي بكتيريا انفكشن ممكن يأثر في الجسم وفي العين. وديو تو فيتامين اي ديفيشنسي ايضا لما يحصل ميلتنج للكورنيا بالتالي بيحصل لها بيرفوريشن، هيؤدي الى ديكريز انترا اوكيولار بريشر، وممكن البيرفوريشن ده يستمر لحد ما يضرب العين كلها يعمل عندي بلايندنس. طبعا تريتمنت احنا قلنا السبب ان هو فيتامين اي ديفيشنسي، وبالتالي التريتمنت هيكون لارج دوز اوف فيتامين اي وفيتامين اي اوينتمنت نحطه على الاي. تاني نوع من النون مايكروبيال
corneal ulcers. الألسر with lag of salmus. يعني ايه lag of salmus؟ lag of salmus inability to close the eyelid due to affection of the facial nerve المسؤول عن contraction، المسؤول عن contraction of orbicularis oculi أو paralysis of orbicularis oculi. وبالتالي العيان مش بيكون قادر، عنده قدرة ان هو يقفل عينه، وبالتالي العين بتكون exposed دايما للهواء، بيحصل لها الزيروز بتنشف، التير فيلم بيروح، وبالتالي معرضة لأي انفكشن يجي ان هو يأذيها، بالإضافة لأي تروما ممكن تيجي سواء داست أو غيره ان هو هيدخل العين مباشرة، وده بسبب غياب ability of closure of the eye. لما بيحصل عندي لاج اوف سالموس يعني العيان مش قادر يغمض عينه، في الغالب الالسر اللي بتيجي بسبب السبب ده هتأفكت اللور ثيرد اوف الكورنيا. ايه السبب في كده؟ زي ما احنا شايفين في العيان ده عينه مش قادر يقفلها، عينه مش قادر يقفلها، والعين والكورنيا هنا او الاي بول طالعه لفوق شويه. دي حاجه بنسميها البيلز فينومينا. يعني الطبيعي ان اي حد فينا وهو مغمض عينه العين اوتوماتيكالي بتطلع بتاخد بوزيشن ان هي تطلع ابورد ولاترالي، يعني مجرد ما مغمض عيننا الاي بول بتلف ابورد ولاترالي، وبالتالي العيان ده عينه شبه مقفوله، فالعين بتطلع ابورد ولاترالي، فيفضل فقط لكن في نفس الوقت الليد مش قافل كل العين، فيفضل بس اللور ثيرد اوف الكورنيا هو اللي اكسبوزد لبره، وبالتالي معظم الانفكشن والارثر غالبا بتيجي هنا في اللور ثيرد. وده سؤال مهم قوي في الشفوي نكون عارفين يعني ايه بيلز فينومينا. هنقول له بيلز فينومينا اللي هو lateral and upward movement of the eyeball during closure of the eyelid. ازاي هقدر اعالج الحاله دي؟ يعني ببساطه هو مش قادر يقفل عينه، اذا احنا هنقفلها له، ممكن نحط له باتش يغطيها عشان يمنعها من اي تروما او انفكشن، او ممكن احنا نخيط له جفونه في بعضها ترسرفي زي ما خدناها في البكتيريال ارثر في التريتمنت اوف كومبليكيشن. تالت حاجه من الميكروبيال ماكورنيال ألسر فوتوفسالميا. ايه اللي بيحصل في فوتوفسالميا ده؟ طبعا ديو تو افكشن اوف الاي باي الترا فيوليت ريز. ديت غالبا بتحصل في الحدادين اللي بيلحموا الحاجات زي ما قدامنا في الصوره هنا، لكن لو كانوا بيلحموا الحاجات من غير النضاره اللي بيلبسوها في الغالب هيحصل لهم فوتوفسالميا، وده بسبب الاكسس الترا فيوليت ريز اللي طالعه من اللحام ده بيأفكت الاي. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفوتوفسالميا ممكن نوصفها انها اريتيشن في العين، يعني كأن واحد عينه ملتهبه وبالتالي هيكون فيها ايه لاكريميشن بين اريتيشن ريدنس فوتوفوبيا بالفيروسبازم. تخيلوا واحد بالظبط عينه ملتهبه، هيكون هو كلينيكال بيكتشر بتاعت الفوتوفسالميا، والسبب بتاعها اكسسيف الترا فيوليت ريز بتيجي غالبا زي ما احنا شايفين في الصوره هنا في الحدادين. ايه العلاج بتاعها؟ اول حاجه بياخد ريست لمده معينه لحد ما عينه تهدى، وبعد كده لما يرجع للشغل لازم يستخدم دارك جلاسز عشان يقلل الالترا فيوليت ريز اللي بتوصل للعين. رابع حاجه عندنا الكورنيال اناستيزيا، وهنشرحها من الجدول اللي احنا ملخصين فيه الاربع انواع اللي قلناهم من شويه. الكورنيال اناستيزيا لها اسم تاني نيوروباسيك كيراتوباسي، يعني نيوروباسيك كيراتوباسي هي الكورنيا الانستيزيا. الجزء ده من الجدول اللي بيحصل عندي ان حصل عندي ديستراكشن في جانجليون بتاعت التراجمنال نيرف لاسباب كتير، منها ممكن مثلا دكتور كان بيعمل عمليه وضرب عندي الجانجليون دي وبالتالي التراجمنال نيرف اتضرب، او ان البيز اوف سكال اتضربت وبالتالي بيأثر في الجانجليون، وممكن في بعض الاحيان ان احنا اللي بنقتل الجانجليون دي بنفسنا، لان النيرف بيبقى irritated وعامل سيفير بين للعيان، وبالتالي الطريقه الافضل ان احنا نخلصه من البين ده ان احنا نقتل الجانجليون، وبالتالي نقتل السنسيشن اللي جاي من النيرف عن طريق الكحول. لكن طبعا تبقى عمليه لها سيفير كومبليكيشن، لكن بنكون مضطرين نعملها في بعض الاوقات. اللي بيحصل هنا بما ان ترجمنا النيرف اتضرب، يعني الاوفسالميك نيرف اتضرب، وبالتالي ما عادش عندي كورنيال سنسيشن
عشان كده سميناها كورنيا الانستيزيا، مع انت مش حاسس في الكورنيا، فاي حاجه بتقرب من القرنيه العين مش بتقفل، دوت الريفلكس الطبيعي ان العين بتقفل. اذا بعد ما بنفقد الكورنيا الريفلكس اللي هو عباره عن كلوجر اوف اي ديو تو تاتش اوف كورنيا او اما اني فورين اوبجكت بيقرب من الكورنيا، لما بنفقد الريفلكس ده اي حاجه ممكن تعمل عندي ألسر، اي حاجه ممكن تعمل عندي انفكشن. وبالتالي لما اجي اعالجه هعالجه بالليوبريكانتس او بانديج عشان مفيش اي حاجه توصل للعين، ترسره فيه زي ما قلنا عشان نقفل العين مفيش اي حاجه توصل لها برضو، ممكن اعمل كونجنكتيفال فلاب. لو نفتكر كونجنكتيفال فلاب كنا بنجيب جزء من الكونجنكتيفا ونشده على القرنيه علشان يحميها او عشان يساعد في الهيلينج اوف ألسر لو حصلت. ده طبعا الجدول اللي قدامنا ملخص للاربع انواع بتاعت النون مايكروبيال كيراتيتس، نون مايكروبيال ألسر. نحاول ناخد هنت عن كل واحدة عشان ممكن يجي سؤال نظري واحدة فيهم او في الشفوي.